نروح للنادي الاهلي وعندنا فقره مهمه جدا، فقره نجم على الطريق. دايما هنا في برنامج الاشبال بنتنبأ عن المواهب اللي موجوده داخل القطاع وبنتكلم عنها. عايز حضراتكم تشوفوا الموهبه اللي جايه دي. زي ما احنا اتكلمنا عن موكومو، يعني لاعب الكاميروني اللي في بروسيا دورتموند، الموهبه اللي هتهز العالم. عايز تشوفوا معانا في برنامج الاشبال موهبه لا تقل عن المواهب العالميه. لاعب اسمه محمد ابراهيم، مواليد 2009. طبعا 2009 لسه صغيرين بيلعبوا في الملعب حوالي 5 جول او 6 جول. بيلعب هو في الحته يعني تحت المهاجم، لكن حاجه ما شاء الله، حاجه بارعه، موهبه يعني منوره من بدري. نروح نشوف التقرير ده عن محمد ابراهيم لاعب مواليد 2009، وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل استقبل ضيفي كابتن شادي رضوان. مش ممكن. محمد ابراهيم، يا سلام يا سلام يا ابراهيم، جول جول جول، الهدف الثاني. محمد توصل الكوره، ادي الاستلام، يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه يا ولد يا ولد يا ولد، يلا يلا يلا، جول محمد ابراهيم، يحرز الهدف الثاني بالسلم. يظبط ايمن ايمن ايمن، حلوه يا ولد، يلا هيمه يلا هيمه يلا هيمه، اضرب الله، مش ممكن، حلوة التسديدة من هيما، يسدد كورة عبر، يا سلام يا عمور، يلا يا عمور عمور عمور، الله، جول، مش ممكن، مش جول جول، الله 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 الله، الهدف الثالث على الطريق محمد ابراهيم، هدفين لمحمد ابراهيم في المباراة. 3-0 أصدقائي المتابعين في أحداث وزمن الشوط الأول. يا ولد عدى المهارة عالية جدا، إبراهيم جول 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 جول، محمد إبراهيم الشبيه نجم السويسري ستيفان شابوسات، نجم منتخب السويسري. إبراهيم أرضية، مش ممكن، الله الثاني، جول 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 جول، محمد إبراهيم استلم غير اتجاهات تسديد. كابتن خالد حمدي العيسوي، ابراهيم هنشوف السادس، مالكش حل يا محمد ابراهيم.